passada por nossa equipe de práticos para tirar o voto de equipa a vitória ou a moral da pessoa. Quando diga, a seguir a posição, passada no que é possível, a seguir a força da cor, a saúde da lava ou a vaca com o que lhe rei. A ideia de nada da mesma que o Jazir, do Alcefato, المحيطة بالحدث، ولنا الفخر والسعادة أن نكون أول لقاء فيزيائي للمؤتمر، مؤتمر فيزيائي يقيمه الأصدقاء في فرنسا، وهذا يدل على شيء يدل على عمق اهتمامهم بالثورة السورية وبالشعب السوري، وهذا الشكر موصول لكل المواقف التي أبدتها فرنسا على المستوى السياسي والإنساني وغيره من المستويات لدعم قضية السوريين. كما أشار السيد القنصل العام، 19 من آذار عام 2011 بعد يوم واحد من بداية التظاهرات السلمية في محافظة درعا التي قدح منها شرائح الثورة السورية، كان أهلكم في درعا يشيعون جثماني شهيدين محمود جوابر وحسام حسام عياش. وهذا النظام واجههم بالحديد والنار فقط لانهم طالبوا، لم يطالبوا بضيف خبز او جره غاز او لم تكن مخالفه لشروط المرور، ولا كانت استعانه من دوله اجنبيه. استعانه من دوله اجنبيه. وانما كانوا يطالبون بالحريه والكرامه والديمقراطيه. ومثل هذه الكلمات هي من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي على نظام الاسد ان يستعملها. فما كان منه الا ان واجههم بالبارود، بالمرامير المتفجره، بمختلف انواع الاسلحه، بما فيها الاسلحه المحظوره دوليا. بنظرنا فان كل الاسلحه محظوره دوليا، لا يحق لأي نظام أن يوجه أي سلاح تجاه شعبه. وانتشرت المظاهرات في كل المناطق السورية، شارك فيها الرجال والنساء، الريف والمدينة، مختلف الاتجاهات السياسية، حتى أصبح النظام غير قادر على السيطرة على الوضع. واجهها بمزيد من القتل، ظنا منه أنه يستطيع كسر إرادة الشعب السوري. لم يكفي ذلك، جاء بحزب الله ولم يكفي، جاء بإيران ولم يكفي، والآن جاء بروسيا من 2015 ست سنوات وكذلك لم يكفي. فجاء القطار الشهادة وقطف من رياحينه سوريا حوالي 120، وتشهد المراكب البحرية والبلمات على أعداد السوريين الذين هربوا من البلد بحثا عن مكان آمن، ونام في زنازين المجرم بشار الأسد السرية والعلنية مئات آلاف المعتقلين. في كل هذه المعركة بقيت الميكانيكية نفسها، شعب مصر على المطالبة بحريته وكرامته، وقاتل مصر على استجلاب كل الميليشيات والمرتزقة والدول ليواجه هذا الشعب. حتى وصلنا إلى حال أقل ما يقال فيه أنه مأساوي. وسعادة القنصل العام استعرض بعض الأرقام. نحن لدينا مليون شهيد بجدارة، وملايين الجرحى والمعوقين، ومئات آلاف المعتقلين، 2.4 مليون طفل خارج السلك التعليمي، أكثر من 40% من البنى التحتية لمختلف قطاعات الحياة قد تم تدميرها، 6.6 مليون سوري مهجرين خارج بيوتهم داخل سوريا، و6.6 مليون سوري موزعين على عشرات الدول حول العالم.
استجلب ضدهم نظام بشار الأسد الإرهاب وغداه ونماه ورعاه حتى يشوه ثورتنا ويسود صورتنا ويستجلب علينا أعدادا أكثر. فدعم داعش والقاعدة ودعم حزب العمال الكردستاني ولا زال يدعمهما حتى هذه اللحظة، وكل ذلك لم يثني الشعب السوري عن الاستمرار بمطالبه المشروعة. وللأسف الشديد وعلى الرغم من وجود مواقف دولية داعمة لمطالب السوريين، إلا أن هذا النظام وجد من يدعمه أكثر. فكانت روسيا وإيران تستخدم كل ما لديها من مخازن الإرهاب ضد المدنيين العزل في حلب وفي الغوطة وحمص وفي درعا والقنيطرة وفي إدلب وباقي المحافظات السورية، ولا تزال الجرائم شاهدة حتى هذه اللحظة. وبالموازاة مع ذلك استمر النظام في خداع العالم أجمع بعملية سياسية واهية لم تتوفر فيها عناصر العملية السياسية، إذ أنه على الرغم من أن كل العالم اعتمد بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 و 2018، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تبنت هذا القرار وسعت مخلصة إلى تنفيذه، وعلى الرغم من أن وفود المعارضة كلها من المجلس الوطني حتى هذه اللحظة سعت جاهدة للوصول للحل السياسي، إلا أن ذلك كله لم يسلم ولم يغني من جوع. لماذا؟ لأن النظام وحلفائه لا زالوا يعولون على الحل العسكري ولا يتعاملون مع العمل السياسي إلا من منطلق المشاغلة وإضاعة الوقت والرهان على أن طول أمد الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى انفراجات. نحن لازلنا مؤمنين أنه لا حل عسكري في سوريا، ونريد حلا سياسيا يوقف معاناة الشعب السوري على أن لا يكون على حساب تطلعاته، إذ أن أي حل في سوريا ينبغي أن يحقق تطلعات السوريين ويوقف معاناتهم في نفس الوقت. وهذا الحل حتما مبني على بيان جنيف 2254. لن نخجل بأن نقول بأننا لن نقبل إلا بأي حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية بدون بشار الأسد. لن نقبل أي حل بوجود بشار الأسد. هذا شأننا وهذا حالنا وهذا قرارنا. طالت السنين أم قصرت، ومهما تعرضنا من ضغوط أو مناورات، ولو فتح العالم كله على هذا النظام لبقينا نحن كسوريين منغلقين على هذا النظام. لن نقبل برجل قتل منا ما قتل ودمر منا ما دمر. ووضع دستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. ونتمنى ألا تسقط هذه العبارات من أي ورقة سياسية أو رؤية سياسية لأي دولة يعني تدعم الشعب السوري وتقف إلى جانبه. لا ينبغي أن نغض الطرف عن هذا المجرم وعن أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالي. ونحن نعتقد أن الحديث عن هيئة الحكم اليوم أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى، لأنه في السنوات الماضية هناك من حاول أن يغض الطرف عنها ويقول أن العمل الحل السياسي في سوريا يمكن أن يتم بطريقة أخرى، الحديث عن مبادئها وعن بيئة آمنة فقط أو هادئة فقط أو سليمة فقط. الحقيقة أن المفتاح في أي تسلسلية للحل السياسي لابد أن ينطلق من أن هذا المجرم لا يمكن أن يكون عقولا من قبل الشعب السوري. هذا ما خرجنا من أجله ودفعنا ثمنا غاليا وبائرا في سبيل ذلك، وسنبقى نناضل حتى تحقيق هذا الهدف. ومن أراد أن يمتحن إرادة السوريين لينظر إليه. في المناطق المحررة كانت البارحة هبة دولية تشبه الهبة التي حدثت عام 2011، ولينظر إلى دول الجوف، لأن كل السوريين الذين خرجوا من النظام من مناطق النظام لا زالوا يصرون على نفس المطالب. ومن اعتراه الشك
من مراقبة هذه المظاهرات لينظر إلى تعاملها وإلى الحراك وجسد والجيزة البارية. جميعهم خرجوا في مناطق سيطرة النظام. فدرعا كما مدحت شرارة الثورة عام 2011 أصرت على أن تمدح شرارتها مجددا إذا شعرت بأن هناك عليها تآمرا دوليا أو عندها تراخيا من أبناء بلدنا. هذا يدل على شيء، يدل على أن هذه مقاربة تتعلق بالملف السوري ينبغي أن تنطلق من إرادة الشعب السوري نفسه. هذه رؤيتنا وهذا ما نريد. أطلقنا قبل أيام ميثاق نعتقد أنه هام، اسمه ميثاق الحقوق والحريات للثورة السورية، التي تعبر عن هويتنا، مبادئنا، ثوابتنا، من نحن، ما الذي نريد، نعرف العالم كله بأنفسنا وبثورتنا. وهي وثيقة حية متطورة تترجم الآن إلى لغات متعددة، نتمنى من الجميع أن يتفاعل معها وأن يعطينا ما لديه عنها من ملاحظات. ولكننا نعتقد اليوم أن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، الديمقراطية والمواطنة ودولة القانون الآن كلها مجروحة، إن لم نقل أنها قتلت بالكامل في سوريا، وهي بحاجة إلى إسعاف أو عملية إعادة اعتبار، وهذا لن يتم بالطرق التقليدية الروتينية. ومن هنا تأتي أهمية الدور الفرنسي، ونحن نعتز بشراكتنا مع فرنسا وبرعايتها لحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية في العالم، لنؤكد على جملة من القضايا. أولها، يجب دعم جهود الحل السياسي في سوريا بشكل جدي، والخروج من الدائرة التي يفرضها علينا النظام وروسيا، والتي يمكن توصيفها بأنها دائرة عبث سياسي، إذ أننا أنهينا 9 جولات في جنيف وأكثر من 15 جولة هنا وهناك في أستانا، في سوتشي، في كل مكان، في القاهرة صارت جولات مفاوضات في أكثر من مكان. والآن أصبح التفاوض ليس من أجل تطبيق بيان جنيف ولا من أجل تطبيق 2254، أصبح التفاوض الآن من أجل تحديد موعد الجلسة. وأصبح العالم كله يقتنع أن حققنا نجاحاً كيف، والله حددنا موعد الجولة رقم كذا فيه، ما هذا الذي يريده السوريون، ولا هذا هو التفويض الممنوع للمبعوث الدولي. فعلينا أن نكون أكثر جدية في العملية السياسية وأن نبحث عن أدوات ضغط إضافية. ثانياً، إيلاء الجانب الإنساني أهمية خاصة، ونحن على موعد مع تحدي في شهر تموز، إذ أن روسيا والصين غالباً ستستخدمان حق الفيتو كما استخدمتاه سابقاً، وعلينا مواجهة ذلك. وعلينا العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة ودعم مشاريع الحكومة السورية المؤقتة، وأن لا نبقى ضحايا أو هناء رهائن للفيتو الروسي، إذ أن لدينا مناطق يعيش فيها مدنيون عددهم يقرب من 5 ملايين. هذه المناطق محسوبة على الائتلاف الوطني الذي لديه قرارات عربية ودولية في أنه الممثل الشرعي، وله الحق أن يطلب من أصدقائه إدخال مساعدات إنسانية لهؤلاء المدنيين، وأن يتم دعمه بشكل كافي، وأن لا نلقي المساعدات بيد هذا النظام المجرم التي يستخدمها من أجل تغذية يده العسكرية ضد الشعب السوري، ومن أجل توزيع الجوائز هنا وهناك في حلقة أسابيع المستشفى نعلمها جميعا. ثالثا، نتمنى من الأصدقاء في فرنسا وحين نضيف الآن بين ظهرانهم وداخل قصرهم أن تبادر باتخاذ خطوات جريئة اتخذتها دول قبل ذلك. ومثل قطر عندما منحوا السفارة للائتلاف الوطني ممثلا للشعب السوري، يعني أنهم منحوا السفارة للشعب السوري. فاليوم الوضع في سوريا بحاجة إلى رسائل أقوى من الرسائل التقليدية.
سنكون ممتنين كسوريين عندما نبدا بملامسه شرعيه هذا النظام، لان الضبط الاقتصادي على اهميته لا يكفي، والضبط السياسي التقليدي على اهميته لا يكفي. النقطه الرابعه، النظام سيقوم على انتخابات عام 2027. ان نخرج جميعا ونقول ان هذه الانتخابات غير شرعيه هو امر جيد وواجب، ونعلمه جميعا ينبغي ان نعمل على مواجهه انتخابات هذا النظام من الان، ولكن هذا الاجراء وحده لا يكفي. فاحث اصدقائنا في فرنسا واتمنى عليهم ان نعمل سويه على الورقه التي اعدها الائتلاف المتعلقه بموضوع الشرعيه، واستخدام ذلك اداه ضابطه لمواجهه انتخابات النظام، وأداة ضابطة من أجل الوصول إلى الحل السياسي. إذا اقتنعنا أنه سنصل إلى حل سياسي في يعني في سوريا. وبين هذه النقاط نتحدث عن تواصل وتنسيق وتشاور مستمر بين الائتلاف وبين أصدقائه، ونحن في المناسبة نشكر كذلك فرنسا التي جددنا تمثيل الائتلاف فيها خلال الأشهر الماضية، وأصبحت العلاقة معها يعني أفضل بكثير، ونسعى إلى تطوير هذه العلاقة، ونقول بأن هذا النظام لن يستطيع أن يكسر إرادتنا، وهو الآن يستند إلى أرجلة خشبية ركبتها له روسيا وإيران. نحن كسرنا الأرجل الحديدية لهذا النظام ومنعناه من أن يستمر في قتل السوريين إلى حد كبير لولا تدخل إيران وروسيا، ولن تتمكن هذه الأرجل الخشبية من الاستمرار طويلا. والشاهد على ذلك ما تعانيه الآن من المناطق التي يسيطر عليها النظام والذي يتحمل المسؤولية فيها مباشرة هو النظام نفسه وليس العقوبات، إذ أننا نعلم جميعا أن العقوبات تعف عن القضايا الإنسانية، المساعدات الإنسانية والمساعدات الدوائية. فإذا الأرجل الخشبية كهذه لن تصمد طويلا أمام السوريين، ولكن السوريين بحاجة إلى اختصار وقت بدلا من أن يستمروا في تكسير أرجل خشبية مستمرة. أشكركم ثانية على عقد هذا الاجتماع، أتمنى للمؤتمر وأتمنى له النجاح، وأؤكد لكم أن السوريين مستمرون في ثورتهم على عهدهم باقون. بعد عقد من الزمن جددنا العهد للشهداء والجرحى والمعتقلين والمعتقلات والمعذبين والمعذبات على أن نستمر حتى نبني دولة مدنية ديمقراطية تعبدية تمثل كل السوريين، يجد كل سوري فيها نفسه، يستطيع أن يشارك على قدر المساواة في صناديق الانتخاب والاقتراع، فيها دور للمرأة وللشباب تحترم أبنائها وتمنحهم الفرص المتكافية بالوصول للخدمات العامة وفي مؤسسات القرار وغير ذلك من الأمور. الرحمة لشهداء الثورة السورية والنصر لثورتنا والحرية العاجلة للأسرى وللمعتقلين، والرد الجميل لنا جميعا إلى ديارنا ومناطق سكننا الأصلية بعيدا عن هذا النظام المجرم والتنظيمات الإرهابية والدول الإجرامية التي استعان بها ضد السوريين. شكرا جزيلا. شكرا.